على إثر التطورات الخطيرة التي تعيشها فلسطين الحبيبة وما يتعرض له إخواننا من قصف عشوائي همجي وسقوط العشرات من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، أطلب منكم الوقوف لقراءة فاتحة الكتاب والترحم على أرواح الشهداء. الله أكبر، اللهم أنصر إخواننا في فلسطين. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في رحاب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة تقديم بيان السياسة العامة للحكومة الذي يعرض على مجلسنا للمرة الثانية خلال الفترة التشريعية التاسعة وفقا لما ينص عليه الدستور. يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقديم بيان السياسة العامة للحكومة طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور والمادة 51 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم مجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم. دون إطالة أحيل الكلمة إلى السيد الوزير الأول لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة، فليتفضل.